كثيرا ما يساء الفهم ويتم الخلط ما بين نغزات الصدر المفاجئة وآلام القلب المتكررة ووجود نذير بالخطر فعلي في القلب. يا ترى هل هذه الآلام المفاجئة تعني بالضرورة وجود مثلا مؤشر لذبحة صدرية أو مثلا مشاكل في أو التهاب مثلا لعضلة القلب، غشاء القلب؟ خلينا نتعرف أكثر مشاهدينا عن طرق التعامل مع آلام القلب المفاجئة مع ضيفنا اللي انضمنا في الإسعاف الأولي الدكتور لبابة قباعة، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية. مرحبا دكتور لبابة. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، الله يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. بداية، آلام الصدر المفاجئة، هل منطقة الصدر تعني خصوصا جهة اليسرى تعني بالضرورة آلام في القلب مباشرة؟ لا، ليس بالضرورة تعني أنها آلام بالقلب. بشكل عام آلام الصدر قد تكون من الصدر، من الغشاء الخارجي أو من عضلات الصدر، وقد تكون أيضا من القلب، يعني من أمراض ناتجة عن أمراض القلب، أو قد تكون من الرئة، أو قد تكون آلام منتقلة من المعدة والأمعاء أو من فقرات الرقبة إذا في عندنا، ممكن نفصل فيهم بالواحد يعني. خلينا دكتور نعرج عليهم كل مشكلة كيف ممكن تأثر، وهل إلها نوع مميز من الآلام ولا جميعها تكون آلام بشكل عام لكنها تشير إلى مشكلة معينة؟ نبدأ بالأكثر مخافة منه مرضى أكثر، هو موضوع آلام الصدر، ذبحة الصدري. صحيح. نأتي إذا إحنا أمراض القلب، القلب نفسه إذا بده يعمل آلام بده يكون في عندنا نقص تروية، وهذا بيؤدي إلى ذبحة صدرية أو جلطة قلبية لا سمح الله. الألم حقيقة عادة بيكون ألم شديد بالصدر، بيوصفوه المرضى زي ثقل على الصدر أو حرقة يعني بالصدر. يعني طوبة على الصدر. طوبة على الصدر، نعم. باللهجة العامية. وهذا حقيقة ما نحكيش انه شاب 20 سنة بنقول عنده طوبة، احنا بده يكون في عندنا مصاحب له، انه المريض يكون عنده تاريخ مرضي، سكري، ضغط، تدخين، وعوامل الخطر. الفئة العمرية دكتور. والفئة العمرية عادة ممكن تصيب اي فئة، لكن بشكل عام 40 فما فوق، لكن نعم. ممكن تصيب حتى فئة الصغار. نعم. بس بيعتمد على عوامل الخطر. إذا هذا واحد من أسباب اللي هو نقص التروية اللي هي بالقلب. هلا من آلام ممكن تحدث بالقلب بسبب القلب قد تكون التهاب شغاف عضلة القلب، اللي هو التهاب الشغاف القلب. هذا بيكون بعد التهاب فيروسي، ممكن يصير عندنا آلام بالصدر. نعم. إذا هذا بالنسبة للقلب، أو لا سمح الله بالنسبة للأورطة اللي هو طالع من القلب، ممكن يكون عندنا انسلاخ لا سمح الله في الشين الأورطي. نعم. هذا بيعمل ألم شديد بالصدر. نعم. هذول الآلام اللي احنا بنخاف منها كثير، الآلام المخيفة بالنسبة لعضلات القلب، لكن احنا في عندنا أشياء أخرى ممكن تعمل آلام. لكن دكتور هاي المشاكل يجب أن تكون مرافقة ومصاحبة لأمراض مزمنة أو مثلا لتاريخ مرضي موجود عند المريض. نعم. ولا ذبحة صدرية أو الجلطة القلبية ممكن تصيبك. نعم. فجأة دكتور لا قدر الله. في الأغلب نعم بيكون عندنا تاريخ مرضي للمريض، لكن في بعض الأحيان قد تأتي بشكل طارئ ومفاجئ، يكون المريض ما عنده أمراض سابقة، لكن هذه أقل حدوثا. لكن طيب ممكن تحدث. تسمح لي بس بسؤال، أقل حدوثا هل ممكن أن يرتبط حدوثها بمشكلة نفسية أو مشاكل عصبية عند الشخص؟ لا، قد تكون الستريس في الكونديشن، الأشياء العصبية ممكن تؤثر إذا المريض مهيئ لمثل هذه الأشياء. إذا المريض عنده فرضا مدخن شره، إذا كان عنده مشاكل بالكوليسترول والدهنيات، نعم. أو عنده لا سمح الله سكري أو ضغط، يمكن هاي العوامل النفسية تزيد من خطر الإصابة. إذا هو يجب أن يكون لديه استعداد وقابلية. نعم. لأنه نسمع بالعامية أول كلمة يقول لك جلطتني، أو يعني الدلالة على القهر للدلالة على ضغط النفس الحاصل. نعم. عند الشخص جراء موقف لكن معين، يعني مش بالدرجة يوصفوها الناس، مو لهاي المرحلة. نعم. دكتور هذا شيء مطمئن للأمانة. نعم. ننتقل للمشاكل اللي ممكن تكون في الجهاز الهضمي أو في المريء أو مثلا آلام العضلات والعظام اللي بترتبط بنغزات في الصدر. إذا تحدثنا عن الألم بيسموه ريفير بين الألم المنتقل، يعني مريض عنده فرضا ارتجاع مريء، ارتجاع المريء يمكن يعمل ألم زي ألم ذبحة صدرية، حرقة بالصدر المريض يحس، هاي بسببه هو ارتجاع الحموضة المعدة إلى المريء. نعم. مما يؤدي إلى ألم صدر، وهذا لازم له تشخيصه بواسطة أطباء الجهاز الهضمي. نعم. ممكن الأشياء الأخرى نفس المريء مرات في حركة المريء يكون في مشكلة، يعني في الموتيليتي ديسوردرز ممكن تعمل كمان ألم بالصدر، هذا بنحكي عن المعدة والأمعاء. قد تكون مرات ألم المرارة قد ينتقل إلى الصدر الجانب الأيمن، والمريض يفكر أنه هذا الألم من القلب أو من الصدر. نعم. إذا نتحدث عن الجهاز الهضمي، إذا نتحدث عن الجهاز الرئوي عن الصدر، يعني التهاب الصدر فرضا مرات ممكن يعمل التهاب على الغشاء البلوري للصدر يعمل عندنا ألم، أو لا سمح الله في حال حدوث مرات جلطات في الشريان الرئوي، هاي ممكن تعمل ألم شديد بالصدر مع ضيق بالتنفس. نعم. إذا نتحدث عن الجهاز التنفسي، الآلام الصدرية الخارجية مرات يصير عندنا ألم بعضلات الصدر، القفص الصدري،
هذه اكثر الم بتحدث لما الانسان ياخذ نفس، بشوف انه الم بيزيد لما يطلع النفس نفسه، يعني مع حركه الصدر او بالضغط على هذه المنطقه ممكن يصير عند الانسان الم. هي الام عضليه بالصدر الخارجي، وهي شيء غير مخيف. كانت مرتبطه بصدمه ضربه معينه اذا كان يعني أو رياضة. ممكن تحدث بدون وممكن تحدث لا سمح الله صار له ضربه. في اشياء طارئه ممكن يصير عندنا تجمع هوائي حول الرئه، هاي بسموها نيموثوركس، هاي ممكن تكون شيء طارئ يكون الم شديد، هاي تحدث عند الناس الضعيفين الاطوال بشكل عام، لكن ممكن تحدث باي وقت، هاي ممكن تشخص واسطه تصوير الصدر، صوره الصدر. نعم دكتور، مما ذكرت كيف نميز الى من نتجه؟ مين الطبيب اللي فعلا ممكن يشخص الحاله؟ والله هو افضل شيء الانسان اذا عنده مشكله مزمنه يراجع طبيب، اما طبيب القلب بشكل عام. لكن اذا صارت المشكله حاده انا بقول لمرضاي اذا في عندك الم صدر شديد راجع اقرب طوارئ لديك، لانه طبيب الطوارئ يستطيع ان يعمل تخطيط القلب ويعمل فحوصات الدم اللازمه حتى يتم تشخيص المرض. نعم. لانه ما لازم يكون بس فقط على المرضى مرات بس على الواتساب وبيحكوا، لا لازم افضل يراجع مشاكل القلب تحديدا اقرب مركز طوارئ. أصعب. بكثير من المشاكل الطبية والصحية الأخرى أن يتم تشخيصها على نعم. محرك البحث، لأنها تحتاج إلى صورة، تحتاج إلى فحوصات إكلينيكية أيضا من قبل الطبيب المختص. دكتور دعنا نتحدث عن الآلام الشديدة التي ذكرتها والتي تجبرنا وينبغي هنا أن نتجه إلى الطوارئ أو إلى الطبيب. هل فقط حدة الألم هي التي تجبرنا أم استمراره، موقعه، وصفه؟ يعني بشكل عام إذا المريض عنده عوامل خطر ولاحظ أنه عنده ألام بالصدر وهذه الألام تحدث مع المجهود والحركة وقد تذهب بالراحة، لحظة هنا ترتبط بالقلب، بالقلب. إذا كانت إذا مع ألام القلب، يعني المريض بيحدث بيشوف أنه هذه الألام تحدث مع المجهود والحركة وبالراحة تذهب، يجب أن يراجع طبيب قلب. نعم. حتى يتأكد من ما سبب هذه الألام. وبتعرف عيادة القلب الواحد ممكن يعمل له تخطيط قلب، ممكن يعمل له صورة لقلب الإيكو، قد يعمل له فحص الجهد اللي بيعطينا فكرة مع التخطيط إنه هل في عندنا ذبحة صدرية أو تصلب في الشرايين أم لا، أو وقد يحتاج الإنسان إلى شيء أكثر من ذلك للذهاب لعمل طبقية للشرايين أو قسطرة للشرايين القلب. هذه واحدة. هلا الألم المفاجئ الحاد والمريض عنده عوامل خطر من أول أو عامل لا سمح الله قسطرة قلبية من السابق، يجب أن يذهب إلى الطوارئ مباشرة، خاصة إذا كان زي ما وصفنا إحنا حرقة على الصدر أو ثقل على الصدر أو يعني هذه البلاطة بيحكوها المرضى. نعم. بشكل عام يجب أن يذهب إلى طبيب الطوارئ مباشرة في أقرب طوارئ. مدته دكتور؟ المدة تعتمد على درجة الذبحة الصدرية، إذا كانت ذبحة صدرية، إذا كانت المدة أقل من 10 دقائق هي تعتبر ذبحة صدرية مستقرة، لكن إذا أكثر من 10 دقائق تعتبر ذبحة صدرية غير مستقرة وبحاجة إنه يراجع بشكل هذا أصحيح. يعني بإنه إذا إجاك مريض وحكى لك بإنه أنا بعاني من آلام من سنتين مثلاً، هنا تطمئن. هلا من سنتين يعني قد تكون ذبحة صدرية مستقرة وقد تكون شيء من خارج القلب ليس له علاقة بالقلب بشكل عام. دكتور الذبحة الصدرية في علامات واضحت عليها؟ يعني هي أهم شيء إنها تأتي بالجهد، تذهب بالراحة، أو تذهب بواسطة أنهم مرضى يستخدموا النيتروغليسرين اللي تحت اللسان. نعم. بالحبوب اللي تحت اللسان، هذه من الأشياء الواضحة اللي بتكون بتبين عندنا أنه في عندنا ذبحة صدرية غيرها، اللي هو أنه مع الجهد بتحدث، مع الراحة بتروح، أو بتروح إذا حطينا حبة تحت اللسان. نعم دكتور، ايضا وصفها دكتور ممكن تكون مدتها طويله كما ذكرت؟ لا، اذا كانت مدتها طويله اكثر من 10 دقائق تكون ذبحه صدريه غير مستقره حقيقه، ليس ذبحه صدريه مستقره. الى اي مرحله الالم يكون دكتور في الذبحه الصدريه؟ من 10 دقائق لنصف ساعه يجب ان يراجع. لا شدته دكتور؟ شدته هو يعتمد على المريض وعلى مدى التضيق عند المريض، وقديش عندنا اصابه الشرايين التاجيه، قديش اصابتها. إذا كان الإصابة شديدة أو لا سمح الله أصابت حدثت ذبحة صدرية مع إصابة حادة قد يكون ألم شديد جدا ولا يتحمل. إذا كان دائما نسمع أنه الألم مرتبط بخدران في اليد اليسرى، إذا هو إشارة مباشرة إلى حدوث جلطة، هاي المعلومة صحيحة؟ هو يعني خلينا ننبه أنه في عندنا في الأعمار الكبيرة المرضى اللي عندهم سكري أو النساء قد يأتي الألم بسموه ايتيبيكال، يعني غير نمطي. غير نمطي في ناس بيشكوا بيقول لك أنا كل ما أمشي بصير عندي آلام بعضلات اليدين أو آلام بالفك أو بالرقبة. نعم. مثل هذه الآلام الغير نمطية هي قد تكون سببها هو تصلب شرايين القلب. لذلك دائما احنا مثل هذول المرضى وخاصة إذا عنده عوامل الخطورة الأخرى بنحب نعملهم فحوصات أكثر ونتأكد من الشرايين. لا فجأة دكتور أثناء التعرض مثلا لمشكلة أو أزمة نفسية معينة شعر الشخص بأنه هنالك خدر في يده اليسرى مع آلام غير محتملة في منطقة الصدر.
هذا مؤشر خطر، فبنشوفهم يلجأوا لأخذ الأسبرين إلى حين ذهابهم للطوارئ إذا استمر الألم. هو الأفضل أن يذهب للطوارئ للتأكد، على الأغلب ليست لها علاقة، قد تكون هي موضوع هو نفسي مع العصبي، لكن يفضل أن يذهب للطوارئ، يعمل تخطيط القلب، إنزيمات القلب إذا طلعت طبيعية، يكون الإنسان مرتاح قليلا أنه هذه الألم ليس لها علاقة بالقلب. نعم دكتور، هل من توصيات معينة حتى نحافظ على قلب صحي وحياة صحية منك أنت كطبيب قلب؟ يعني هو إحنا دائما نحكي الوقاية خير من قنطار علاج، فيعني الوقاية الحركة، التأكد من أن الدهنيات ما تكونش مرتفعة، إذا في عندنا أمراض مزمنة ضبطها، يعني ضبط السكري، ضبط الضغط، وإذا في عندنا يعني تصلب الشرايين أخذ المميعات اللازمة، وقطعا أهم شيء أنه يمشي الإنسان على الأقل نصف ساعة إلى ساعة يومي وهي الرياضة، وقطعا الأكل الصحي وإنزال الوزن. دكتور، أنت ذكرت أنه تصلب الشرايين أو المشاكل التي قد تكون مرافقة لآلام الصدر المبالغ فيها والغير محتملة والتي تشير إلى وجود مشكلة في القلب، هل من علاجات حديثة أم أنه القسطرة هو الخيار الوحيد؟ لا، هو حقيقة القسطرة واحدة من الخيارات. الخيار الأول هو أولاً اللي هو الوقاية للرياضة، ترك التدخين، المشي وحركة، إنزال الوزن. ثانياً العلاجات، في عندنا علاجات هي مميعات، وعلاج الثاني علاج خافض الكوليسترول. نعم. قد نعطي علاجات زي البيتا بلوكر، الأشياء التي تعمل على إنزال جهد القلب. قد نعطي علاجات تخفف من ألام الصدر مثل النيتروغليسرين وغيرها من العلاجات. ثم بعد ذلك قد ننتقل الى مرحله مطوله الى موضوع القسطره، والقسطره اولا نعمل قسطره تشخيصيه. القسطره مو خط العلاج الاول او التشخيص الاول دكتور، هو الخط الثالث بعد بعد الحميه والعلاجات، ثم ذلك تاتي عندنا القسطره، الا في بعض حالات الجلطه القلبيه الحاده بيكون القسطره هي العلاج المباشر لهذه الحاله. القسطره في مثل القسطره احنا بنحدد اللي هو قديش نسبه التضيق، هل هي بحاجه لعلاج ام غير بحاجه لعلاج، يعتمد على نسبه التضيق، فاذا كانت نسبه التضيق اقل من 70% ليس بحاجه لعلاج، اذا اكثر من 70% يكون بحاجه الى فتح بواسطه القسطره. القسطره دكتور انت ذكرت انه خيار العلاج الثالث الذي تلجؤون له، هل هي فعاله لدرجه انه مثلا لا يتم اللجوء اليها الا مره واحده، ام ممكن انه يتعرض المريض انه يخضع للقسطره اكثر من مره في حياته؟ هو قد يخضع المريض لأكثر مرة بالقسطرة، لكن ليس أغلب المرضى يحتاجونها إلا مرة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن قد يحدث هناك انسدادات أخرى قد تحدث مستقبلا، لذلك تضطر إلى عمل قسطرة مرة ثانية. دكتور، هل القسطرة تتعدد أشكالها؟ ومتى يتم اللجوء إلى عملية القلب المفتوح؟ حقيقة إحنا بنحكي على القسطرة، بنحكي على الشرايين التاجية، بنحكي على قسطرة الشرايين التاجية لشرايين القلب، لكن ممكن يكون في عندنا قسطرة قد تعمل للأطراف، يعني للمرضى اللي عندهم تصلب في شيء الأطراف. إذن القسطرة مو بس شرايين القلب. نعم، ليست فقط شرايين القلب. نعم، يوجد قسطرة للأوعية الدموية وللشرايين الطرفية، مثل المرضى اللي عندهم فرضا اللي هم القدم السكرية ديابيتيك فوت، ممكن نعملهم قسطرة علاجية وفتح هذا الشرايين. من يلجأ إليها دكتور ويقوم بإجراها؟ طبيب القلب؟ نعم، قد يكون يعتمد حقيقة في الأخير على من هو متدرب على هذه العيادة. فممكن طبيب القلب أو طبيب أو طبيب الأوعية الدموية أو طبيب اللي هم الأطباء القسطرة العلاجية. نعم دكتور، القلب المفتوح. القلب المفتوح نلجأ له في على حالتين، إما إذا احتجنا إلى استبدال أو إصلاح الصمامات. نعم. أو إذا لا سمح الله كان تصلب الشرايين يشمل شريان الجذع أو في عندنا شرايين مغلقة مزمنة لا تفتح بالقسطرة. نعم. تعمل بواسطة عملية القلب المفتوح. وهذا تخصص جراحي آخر. وهذا تخصص قطعا جراحة القلب. نعم دكتور، أنت تبقون الأكثر أمانا وسلامة بنظر المرضى، وأنتم أول من يلجأ له المريض هو الطبيب الباطني، من ثم لا قدر الله إذا احتاج الأمر واستلزم يتم اللجوء بالتنسيق مع الطبيب الجراح لإجراء مثل هذه العمليات. سؤالي الأخير لك، أدركنا الوقت، هو ما هي الفئة العمرية التي مثلا عندها نقف ونقول أن آلام القلب يجب عدم التوقف عندها، يجب فعلا طلب الرعاية الطبية العاجلة ودون التخمين من عندنا ووضع فرضيات قد تكون غير واقعية وغير صحيحة؟ بشكل عام نحن نقول أنه الإنسان لازم يشيك حاله بشكل عام، يعني أي إنسان عمره فوق 18 سنة لازم يعمل في الخمس سنوات الكوليسترول والدهنيات للتأكد، فحوصات الدموية. نعم. لكن كلما الإنسان كبر العمر مع وجود عوامل خطر مصاحبة في مثل هذه الحالات، يجب الإنسان أن لا يصمت على نفسه في حال وجود أي ألام بالصدر. يعني مريض سكري وصار له 10 سنوات عنده سكري، أو مريض عنده ضغط، أو مدخن ومن زمان مدخن، إذا صار عنده آلام أو عنده تاريخ مرضي في العائلة الإصابة بالجلطات القلبية أو بآلام الصدر أو بالوفاة المباشرة للصدر كارديك ديث. نعم. يجب مثل هذه الحالة الإنسان أن لا يصمت على آلام بالصدر. ممكن دكتور الذبحة الصدرية تصيب شخص مسن دون أن يشعر بها؟
نعم، هما كل ما زاد العمر كل ما قل الإحساس بالألام الصدر. إذن كيف يتم التشخيص هنا؟ بواسطة المراجعة المستمرة للأطباء. لكن ما في عرض واضح. نعم، إلا إذا صار في عندنا عرض مثل ضيق النفس غير مرئي، شيء جديد، ضيق نفس من جديد، أو تعب مع المشي جديد، ممكن في مثل الحالة يحتاج إلى أنه يراجع الطبيب وتأكيد التشخيص. نعم دكتور، أنا شاكرة لك على المعلومات اللي قدمتها اليوم معنا في عوافي، وشاكرة لحضورك معنا دكتور لبابة قباعة استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية. شكرا لك. شكرا لك، الله يعطيك العافية. شكرا لك وشكرا على هذه المقابلة.